اللي هي قصيده سليمان ابن شريم من الزيد، هذا هي موجهه لولده عبد العزيز عزوز يلقبونه، ولا الصغير قالوا دائما الصغير، لكنها مترحيله من معانيها يمر، يعني عالجت مشاكل في وقته وتعالج مشاكل في وقتنا هذا وريضه ويستفاد منه منهج. يا سلام. اي يوم يقول الله يوم يقول من العين في محاجيرها شوك، والقلب به عن لذة النوم دكاك، يدك في قلبي من الهم داكوك، تجاوب ضربات الحمايم على الراس. ترى ما عرف وعد المحسن كله، لكن بنجيب اللي عرفنا انا صراحه. من العين في محاجيرها شوك، والقلب به عن لذة النوم دكاك، يدك في قلبي من الهم داكوك، جاوب ضربات الحمايم على الراك. عزيز حالك يا عزيز وانا ابوك، سنة الزمان اللي وطاني توطاك، وافهم وصاتي يا عزيز وانا ابوك، دامك صغير وغاية العلم يقراك، ترى ما ينفعك عمك ولا اخوك، يا صار ما تقضي لزومك بيمناك. وربعك اليابان الخالفيك، ربعك اليابان الخالفيك عفو اقرب قريب لك من الناس يشناك. انسيت مالك رحبوا بك وحبوك، وانقل ما بيديك شانت حلايا، لو تطلب الماء عندها انسان مسكوك. اقرب قريب لك من الناس يشناك، سنك اسراي البيت للنور شبوك، واللي قضى لازم حتى رفع طرفك، ولا كما ليمون الحمق مصوك، واللي قضى منها الطعام فرغوا ذاك، ولا يجي من عشرتي وريب وشكوك، ابعد عنه اياك تصدف المسراك، تراك لو تنجي على الريح صعوك، احلى ما تسجيل ويطاك، ولا يجي فوق اهل الوطن واستخفوك، قلع غريزك اهدم غريزك، قلع غريزك منه واهدم ركاياك، الى ان قال كنك خوي مقيض دهوك واغووك، وحقك اعطاك رشاك وقفه وخلاك. ومن القصائد التوجيهات اللي يستفاد منها بعد المشفي جرواني اللي يقول يا لازم يسمر الليالي تبيدك، تنبيك نكبات المخاليز عنها، دنياك بسهوم المنايا تهددك، الي ومن رقط الافاعي ومنها، لازم على حوض المنيه توردك، ومن سحوتها ما تاخذ الا سفنها، لابد ما قلنا صار واح صيدك، كم صيد قبلك برمح وطعنها، ترحل عند دارك والاصحاب تبعدك وتسكن دارا ما رجع من سكنها. يا سلام. وحيد تسكن والهوادي وسيدك، بحفة تزوغ الابصار منها، ومحنتك ما في حي يساعدك، الا الذي مثقال ذره وزنها، هو الذي يعلن خوافي عقايدك، الي خسف في قوم لوط ولعنها، واللي انعثرت وجاي للوقت عندك، وعجى الدهر هز الغصون ودفنها، اعنز على كون الكون ووجد من العدم ورزاق خلقه ضمنها، وخالف هوى نفسه بغيها ترودك، احذر تقودك للضياع عبر سنها، واخفض جناح الذل واخدم الولد، وبالرضيع عمين ترضع لبنها، وعلى الرفاقه لا تعرض الوجد، ترى الحق تغش النفوس ووهنها، ربعك بحزات اللوازم سنيدك، بعزهم عينك تنام وبوطنها، ويصير شاعر وتفهم الناس ورد، ومثالك دولاب فكرك وزنها، نزع من الزلات منهج قصيد، وقصايدك علاب عن نقد صنها، ويصار تقصد وانت محد من الشد سلعتك يرخص بالمجالس ثمن. سلام. ما شاء الله. القصيده هلولا كم لها من سنه؟ هذه تقريبا لها يمكن حوالي 150. يا الله.